وبالنسبه للمجانيه ديال التلقيح هي مبادره مزيانه. وبالنسبه لي انا اللي بغى يدير التلقيح راه مزيان، واللي ما بغاش راه كتبقى حريه شخصيه هذيك اخويا. حنا الشعب كنقولوا اللهم سيدنا، هذيك حكومه ما دير معنا والو، والله يستروا ويخلي لي وليداته ويطول الله العمر ديالو، والله يرحم جده وباه وامه، ناس مزيانين الله يجعل ربي يسترو خلينا تحت. ما الحكومه ما دير معنا والو، الا ما كان سيدنا راه ما يدير معنا والو، ما كيديروا معنا والو، كيكذبوا عنا وكيسمو ها الحزب غادي يطلع هو طلع العداله والتلمي، ما كاين لا عداله لا والو، وانت اللي كاين. والله يسترك ويخليك وصحتك ويخليك وليداتك، وكنشكروك على هاد المعاملة اللي غتعمل مع الشعب. أيه أنا ندير تلقيح إلا لقيتها باري نديرها نديرها. تلقيح مزيان حقاش، علاش؟ حيت الناس تيضيعوا بزاف تيموتوا، ودابا على التلقيح إلا داروه وكون مزيان غادي الناس يخدموا وغادي يخرجوا وغادي يقضيوا الغرضات. دابا إلا بغيتي تسافري خصك تلقيح، بغيتي شي حاجة خصك تلقيح، خصهم يديروه إلا كان مزيان. وسيدنا الله ينصرو دار لينا تلقيح فابور، خاص كلشي يديرو. اولا كنشكر جلاله الملك محمد السادس نصره الله، الرجل الكريم الملك الكريم الذي يوقف دائما مع شعبه في اي محنه. كنشكره بزاف على هذا الانتباه اللي انتبه ليه وفك علينا هذه الازمه، الله يجعل ربي يجعلها في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه للموضوع ديال التلقيح كنظن بانه موضوع مزيان، ان ما كرهناش الناس كاملين يديروا التلقيح هذا ديالهم، وكاين بعض الفئه اللي باغين يخلصوا التلقيح هذا، راه حيت الناس راه تزيروا شويه، بغاو يخرجوا، بغاو يعني الناس داك المتنفس اللي كان عندهم شحال هذه ما بقاش، الناس تسريصه ولا عندهم الضغط. وكنتمنوا ان من الجميع انهم يديروا التلقيح هذا، انه راه مزيان. بالنسبه للتلقيح اللي كاين في المغرب الحمد لله، كنشكر سيدنا نصره الله اللي عطانا هذا التلقيح مجانا للشعب المغربي، وكنشكره وكنعاود نشكره، وعاش الملك وعاش الوطن، والله الوطن والملك.